مساء الفل. اهلا وسهلا. اسبوع جديد واهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده من دردشات. عندنا النهارده مواضيع كتيره قوي، بس طبعا الابرز والاشهر حاليا على السوشيال ميديا والالم الكبير الثاني. الالم الكبير الثاني يا جماعه، كفايه يعني، كفايه خلصنا من الم عمرو دياب ويعني وضربه لواحد معجب، جينا لمحمد رمضان وضربه لواحد معجب برضه بالقلم، وهما الاثنين يتبادلوا. يعني المره دي الفرق ان الولد ضرب محمد رمضان بالزبط. زي ما محمد رمضان ضربه، بس ليه؟ يعني ليه انت سوبر ستار ونجم كبير، الناس تاني هنعيد الكلام واخدينك قدوه، يعني ليه تضرب حد؟ ليه تخلي عقلك بعقل حد صغير عشان ممكن يكون قال كلمه كده ولا كده؟ خلونا نتفرج على الفيديو ونرجع تاني. يعني مثل ما شفنا الفيديو مع بعض، شو الموقف اللي صار، والمواقف هاي عم تتكرر. يعني بصراحة بغض النظر عن الأسباب اللي عم بتصير، كيف أنت حكيت خليل، يعني التصرف هذا مش صح، سواء من حدا معروف أو من حدا مش معروف. يا جماعة ليه بنتعامل بالعنف؟ ليه الضرب؟ ليه أصلاً لما تيجي تضرب حدا تروح تضربه على وجهه؟ الوجه ربنا كرمه عشان ما ينضرب، إحنا عم نضرب بعض فيه بحجة والله حدا ضايقني، حدا زعلني. أنت مثل ما حكيت خليل، أنت حدا شخص معروف، أنت حدا سوبر ستار، لازم يكون تعاملك مع هدول الناس بطريقة مختلفة، لأنه أنت عجبك أو ما عجبك، مجرد ما أنت صرت شخص معروف أنت بالنسبة لكتير ناس وتحديداً لأعمارهم صغيرة قدوة، فلازم تكون تعاملك مع هاي السيتويشنز كتير أفضل. وغير كده وغير هيك شو؟ يعني عمرو دياب يا جماعة مثلاً ما بينزلش على الأرض للناس ويقابلهم والكلام ده، لكن رمضان معروف صحيح بينزل وسط الناس وبيتصور معاهم وبيصور فيديو كليبات ومسلسلات وأفلام في وسط الناس. فليه بقى لما أنت تمشي في وسط الناس وحد يقول كلمة مش تمام أنت تتضايق وتروح تاخد التليفون؟ باين أوي إن هو عيل صغير، يعني باين إن هو لسه شاب صغير لحتى يعمل هذا الموقف. لا وده معروف، وده معروف، يعني أي حد من المشاهير عندنا في مصر أنتوا عارفين الناس كلها بتتنمر ليل نهار، بيتريقوا ليل نهار، ده غلط، بس أنت متعود على ده، أنت مش جاي من جاردن سيتي مثلا، أنت في منطقة شعبية زيك زي أي ناس تانية، فعارف الناس بتعمل إزاي، فأنت المجدعة والرجولة إن أنت تروح تكسب الطرف التاني اللي غلط فيك من غير أصلا ما تتعرض له ولا تبادله بنفس العنف، فأنت ليه يعني تعمل ده؟ تحديدا اللي أنت حكيته خليل، إحنا بنحكي على موضوع إنه أنت سمعت كلمة من شاب ما عجبتك، يعني يقال بإنه محمد رمضان سمع الشاب بيقول عنه محمد حمضان، بغض النظر الكلمة مش صح، بنجمع معك في الموضوع، عيب وما هو حلوة تطلع من الشاب أصلا، بس ردة فعلك لازم تكون مختلفة. خلاص مرقت مثل ما أنت حكيت، كيف ذكرت أنت خليل، أنت عارف إنه رح تتعرض لهي التعليقات، رح تتعرض لكتير كومنتس كتير سيئة من الناس سواء بالشارع على السوشيال ميديا، مثل ما بتتعرض لحب الناس. أنت محمد رمضان كل الناس بتحبك، ردود فعلك لازم تكون شوي ألطف، زائد إنه ما نلغي جزء إنه تصرف الشاب ما كان صح، الشاب سوري منك شو اللي عملته ما كان صحيح، ما لازم تعمل هيك يعني مع مين ما يكون. غير كده الكلمة اللي اتقالت، تصرف محمد رمضان وتصرف الولد، كله يعني غلط. أنت حلو قوي كده لما أنت روحت جبت أو تصرفت مع الولد نفس التصرف ده وضربته، راح هو رد لك الضربة، طب مقامك فين؟ هيبتك فين اللي انت بتحاول تحافظ عليها؟ انا عارف ان محمد رمضان اصلا ولا هيسمع الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي أكيد. بس الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي يا جماعه للناس اللي بعد عمرو دياب ومحمد رمضان صح. ولا تضربوا حد ولا تيجي ناحيه اي حد، وحاولوا تاخدوا حقكم بالحرفه صح. بالحرفه صح.